الفرق بين البر والإثم. نعرف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حديث رواه مسلم. وعن أباسط بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. وشكر خير وصلى على النبي. والسلام عليكم.